Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier les articles indéfinis. اليوم درسنا راح يكون عن les articles indéfinis. لنشوف شو هم les articles indéfinis. Qu'est-ce que ça veut dire les articles indéfinis? شو يعني les articles indéfinis? المرة الماضية تعلمنا les articles définis. قلنا هم مثل ال بالعربي البيت، الصف، المدرسة. ومثل بالإنجليزي the house, the car. The place. بالفرنسي بنستعمل قلنا أربعة اللي هم le للمذكر المفرد، la للمؤنث المفرد، الأبوستروف للمذكر أو المؤنث المفرد اللي ببلشوا بحرف فويل، وجمعهم الثلاثة لي. اليوم بدنا ندرس les articles indéfinis. les articles indéfinis اللي بتفرق عن les articles définis هي برضو تستخدم قبل الكلمات مش الأفعال، قبل الكلمات. بالعربي بترادفها الكلمات اللي بدون التعريف، يعني الكلمات الغير معرفة، مثل ما قلنا فوق البيت and les articles indéfinis منقول بيت، مدرسة، يعني مش معروف لمين أو إيش بالضبط هذا الإشي. مررت بجانب بيت جميل بدون ال، أو بالإنجليزي نقول a أو an للكلمات الغير معرفة. بالفرنسي نستعمل ثلاثة مش واحدة، نستعمل un أو une أو دي. معناته بالفرنسي عندنا ثلاثة مش واحدة، منشان نتعرف على الفرق بين هدول الثلاثة واستخداماتهم، خلينا نفوت لتفاصيل الدرس. نبلش أول إشي بأون. أون، on utilise une pour les mots au féminin singulier. نستخدم أون للكلمات المفرد المؤنث. singulier مفرد، féminin مؤنث. ناخذ بعض الكلمات زي chaise كرسي، lamp سايد لامب أو ضوء صغير جانبي، تابل طاولة، ميزون بيت، غوم محاي، فلور وردة، غاجل مسطرة، كاميرا كاميرا اللي هي أصل هالكلمة كاميرا تيك، فواتور سيارة، تلفزيون اللي اختصارها تيلي اللي هي تلفزيون، وفلوت اللي هو الفلوت آلة العزف، في بنت. إذا بتلاحظوا هدول الكلمات معظمهم بينتوا بآخر إشي بحرف الأ، وهذا الإشي اللي بيميز معظم مش كل معظم الكلمات الفيمينا المؤنث بالفرنسي، إنهم بينتوا بحرف أ، بس عندي بعض الاستثناءات، يعني مثلا اللي بتنتهي آخر إشي بالزيون اللي هي مثل الإنجليزي شان S E O N أو T E O N، هدول الكلمات فيمينا هي واختصارها تيلي. كاميرا ليش فيمينا؟ لأنه أصلها كاميرا تيك آخر إشي فيها أ. عندي فلور وميزون، هذول الكلمتين حالة شاذة مع انهم بينتهوش بأ، بس مع ذلك هم من حالات شاذة، هذول الكلمات فيمينا مؤنث. هذول الكلمات كليتهم نستخدم قبلهم اون، فمنقول اون شاز، اون تابل، اون غوم، اون غاجل، اون فواتور، اون فلوت، اون لامب، اون ميزون، اون فلور، اون كاميرا، اون تلفزيون، اون في. انتبه للفظها اون. الجزء الثاني من الدرس هي الكلمات pour les mots masculins singuliers للكلمات المذكر المفرد، نستخدم قبلهم ان. شايفين حرف الاو قديش غير اللفظ؟ بالقبلها قلنا اون، هون نلفظها ان. ان كريون، ان فيلو، ان شيفال، ان ترين، ان غارسون، ان ساك، ان كارتابل، ان كانابي، un pain, un chien, un maillot de bain ou un livre. نطلع على معانيهم لهدول الكلمات ونشوف ليش هدول الكلمات طلعوا معي ماسكولين. اول اشي بقوله الكلمات طلعوا معي ماسكولين لانهم بينتهوش بأ، ما عدا كلمة كارتابل انتهت بأ حالة شاذة، وكلمة ليفر انتهت بأ حالة شاذة. الكلمات اللي بينتهوا بأو ان او اي حرف فويل وبعده ان بيكونوا كليتهم ماسكولين. والكلمات اللي بينتهوا بأج ما وردتش عندي ولا كلمة هون، أ جي أ، هدول الكلمات كمان ماسكولين. شوف معاني الكلمات: كريون قلم رصاص، شيفال حصان، غارسون ولد، أن كارتابل حقيبة مدرسية، أن بان رغيف خبز، أن مايو دو بان مايو سباحة، أن فيلو بسكليت، أن تران قطار، أن ساك كيس أو أي شيء بينحط فيه غراض، ان كنابي كنباي، وان شيان كلب، واخر شيء ان ليفر كتاب.
ليفر بتنتهي بأ بس مع هيك هي كلمة ماسكولا. هلا الان والان استخدمناهم للكلمات المفرد كل واحدة حسب جنسها ماسكولا او فيمينا. جمع هدول التنتين لما بتحول الكلمات لحالة الجمع بنستخدم معهم دي. شوفوا كيف بنلفظها دي، بنلفظش الاس فيها والاو اجى لفظها اي دي. اون يوتيليز دي بور لي مو او ماسكولين اي فيمينين بلوريال للكلمات المذكر والمؤنث بحاله الجمع، زي دي كريون دو كولور اقلام تلوين، دي ستيلو اقلام حبر، دي جوي العاب، دي شا بسس قطط، دي بانتالون بنطلونات، دي بوبي العاب دمية العروس اللعبة، دي فلور ورد، دي بوم تفاح، دي غاب فساتين، دي جيتار جيتار. في كمان اشي بدي اقوله انه مش بس حرف الاس اللي بدلني على الجمع، بعض الكلمات جمعها بيكون اكس مش اس، معناته الكلمات اللي بنضاف لها اكس او اس بالنهاية هاي الكلمات بتكون جمع. طبعا بكل مرة برجع بقول في عندي حالات استثناء موجودة، بس بشكل عام الاس والاكس هما اللي بيدلوني على الجمع. إذن ملخص للدرس، quels sont les articles indéfinis؟ شو هما les articles indéfinis؟ un للمفرد المذكر، une للمفرد المؤنث، و des للجمع المؤنث او المذكر. un pour le singulier masculin، une pour le singulier féminin، et des pour le pluriel masculin et féminin. اخر اشي في عندي اغنية بدي اقراها بالاول وبعدين اسمعكم اياها. مطلوب منكم تتعلموا تكتبوا مثل هدول الفقرات الصغيرة، شو موجود بشنطتي، شو موجود بمقلمتي، وشو موجود بالصف. دوما تروس إليا، بشنطتي يوجد أن ستيلو قلم حبر. دوما تروس إليا أون غاغل مسطرة، إذا إليا يعني يوجد ودو يعني في. دوما تروس إليا دي سيزو، بمقلمتي في مقص. انتبهوا إنه دي سيزو بالفرنسي بتيجي جمع، منقولش مقص كأنه منقول مقصات، كأنهم بيعتبروا المقص جمع لأنه مكون من حديدتين. دي سيزو آخرها إكس، الإكس قلنا دليل على الجمع. ليش كان إكس؟ لأنه الكلمات اللي بتنتهي بـ أو آخرها بيكون إكس. ندرس هذا الدرس لبعدين. إين غام محاي إتان تاي كريون براي. شوف كيف قلت إتان، لأنه آن تبدأ بحرف الفويل فبتعمل ليزو مع التي اللي هي آخر حرف بالكلمة اللي قبلها. إتان تاي كريون. كيسكيليا ماذا يوجد؟ أو أين؟ كيسكيليا أو كيسكيليا دون ماتروس أموا، إيش في بمقلمتي تبعتي؟ دون مون ساك إليا، بشنطتي أو الكيس أو أي إشي بيحتوي غراض بنقول له ساك. دون مون ساك إليا أن كيي، بشنطتي في دفتر. دون مون ساك إليا أون تروس، بشنطتي في مقلمة. دون مون ساك إليا أن أجندا، بشنطتي في عندي دفتر يوميات. أن ليفغ إت أون كالكولاتريس، كتاب وآلة حاسبة. كيس كيليا أو كيس كيليا أو كيس كيليا دو مون ساك أدو، إيش في بشنطة الظهر تبعتي؟ أدو ظهر، مون ساك أدو شنطة الظهر. دون لا كلاس إليا أون فنتر، بالصف في شباك. أون بورت باب، إت أن أورديناتور أو كمبيوتر، أن أورديناتور نقول له. هون عندي اثنين ليزون، إت أن أورديناتور. دي شيز كراسي، اي دي تابل وطاولات، اي تان تابلو بلون ولوح ابيض. اون بوبيل سلة مهملات، اي تان بروفيسور واستاذ او مدرس. او ريفوار الى اللقاء. كيس كيليا او كيس كيليا او كيس كيليا دون لا سال دو كلاس، ايش في بساحة الصف او بالصف او بصالة الصف، بنقول له لا كلاس او لا سال دو كلاس. هلا خلينا نسمع الأغنية هاي مع بعض. Dans ma trousse, il y a une reine. Dans ma trousse,
بدي أطلب منكم تتدربوا على كتابة هالفقرة لأنه مطلوبة منكم. شكرا لكم كتير ويعطيكم ألف عافية.